ايه يا فارس؟ لا، خطوة للخلف طبعا. واحنا المفروض جمهور النادي الاهلي عمل بروفا لكاس امم افريقيا في المباراة اللي فاتت. انا بكلم حضرتك رؤية العيان، وانا شفت المشهد بنفسي. الجمهور اقصى درجات ضبط النفس، اللي مثل لجميع تعليمات الامن، تعاون كل اطراف المباراة بما فيهم امن جمهور، كله كان متعاون. الجمهور اتحط في ظروف تخليه حتى لو هو جمهور بطبعه منضبط وملتزم، كان ممكن يبقى في شكل من اشكال حتى السباب اللفظي. لا، الجمهور كان ملتزم جدا، صورة مشرفة، وده بروفة حضارية فعلا نقدر نفخر بيها. بعد فعلا كمان تنظيم القرعة اللي بدأنا نستبشر، يا جماعة مصر لما بتكون عايزة تعمل حاجة بتعملها، هي دي الفكرة. احنا عايزين نأمن اي مباراة هنأمنها، احنا عايزين ننظم اي حدث هنقدر ننظمه طالما في النية. الجمهور قدم السبت وقدم الحد وقدم الاسبوع كله، قدم السنه، فخلاص احنا لازم يكون قرار تشجيعي عشان انا اعود الجمهور على السلوك ده. تتكلم في 3000 واحد يا فارس؟ طبعا انا لما بقدم شيء كويس بلاقي المكافاه، لما بغلط بتعاقب. الجمهور احد مسببات ان هو قال الدوري يا اهلي، ان هو كان عارف ان عنده خطوه تانية ما ينفعش أكيد يخسر، ان هو ما يكونش موجود فيها. اكيد انا براهن ان شاء الله ان بكره اكيد اتحاد الكره، انا بتكلم في المصلحه العامه، اكيد هيعيد النظر في هذه القصه والفرص والمصلحه العامه كمان قبل تكافؤ الفرص. ان شاء الله الدنيا ترجع بسرعه جدا.